عن الفن والجمال مع صناع الجمال الفنان التشكيلي الكبير الدكتور مصطفى الرزاز. نسأل عن النسق الحضاري، عن الطابع المصري، عن اللمسات الفنية والجداريات والتماثيل العظيمة. كل الحاجات دي اتمسحت مع مسح المواد دي من مقررات التعليم. حصص الرسم موجودة؟ لا مش موجودة. عن الفنون الجميلة التي برع فيها المصريون ونقلها عنهم الآخرون. الحاجات دي مش هوايات، الحاجات دي تأسيس أخلاقي وتأسيس في البنية الثقافية للشخص. وهل يعقل في بلد الحضارة أم الفنون والآثار العظيمة أن تظهر فيها بين الحين والآخر أشكال عجيبة من التماثيل الخالية من الذوق؟ أرى بحزن شديد، بحزن شديد جدا. ليه بطلنا نعمل تماثيل في الميادين؟ الشيخ محمد عبده راح من القاهرة لإسكندرية ومشي في مظاهرة لتأييد التمثال. الشيخ محمد عبده. الشيخ محمد عبده. حوار جديد مع فنان تشكيلي كبير عن الجمال في شوارعنا وبيوتنا ومدارسنا، وعن عودة الذوق والتذوق الفني لحياتنا. فقط في حديث العرب من مصر الخميس 7:00 مساء على قناة مصر الأولى.